السلام عليكم خواتاتي، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد. اوبس، هذا النهار هذا نصور لكم فيه جوج فيديوهات. فيديو ديال روتين للعنايه بالبشره، و غادي نشارك معكم فيه حتى واحد الوصفه ديال التحليه الحلوه كيكه. ودابا غادي ندوزو معايا هاد النهار هذا، غادي نحضر واحد الاكله ديال الباذنجان مع الكفته صينيه الفرن. ايوا، اول حاجه بعدا البنات وهي خصني نغسل هاد المعنات اللي ديال فطور الصباح، ورجع معاكم. والدادي اشياء نقي كامل، نحيد منه غير بعض القشور. يا لهوي، مربى المصحفه غادي نقطعه بحال معكم، وغادي نقطعه دوائر رقيقه نوريكم. البنات عندي الكفته زدت عليها البصله، تعينيه كيدمعوا. دابا البنات ندوز ندير البهارات، غادي ندير شويه الملحه، غادي ندير التحميره، غادي ندير البزار، وغادي ندير القزبر يابس واحد المعلقه صغيره. غادي نخلط هاد المكونات بيدي ورجع معاكم. خديت واحد صينية الفرن اللي غندخلها الفران، غندير فيها شويه زيت الزيتون، غادي نوزعو عليها كامله، وغادي نبدا نفرش فيها الخضره ديالي. الصراحه المول المدور احسن من هاد الصينية الفرن اللي هاك. ناس غندير طرف ديال الدنجال، الكفته مطيشه، غادي ندير عاوتاني واحد شويه الكفته كنتكي عليها، غادي نعاود ندير الدنجال. الا عندكم صينيه دايره احسن، انا ما عنديش دايره، راه في الدايره كتجي زوينه بزاف، كتعطي منظر زوين. غادي ندير عاوتاني كفته. انا ما عندكش تاع الفران دايره؟ لا، عندي مستطيله جوجو، ما عنديش انا دايره نهائيا في الفران. صافي البنات، كنبدا ندير الدنجال، كفته مطيشه، عاوتاني البصله مطيشه. المهم شوفوا نتوما كيفاش بغيتوا تزوقوها. هنايا راه ماما كتهضر معايا حيت هي عندها خدات الفران وعطوها معاه لاطا دايره ولاطا مربعه، وكتصوني كتهضر معايا غير في السكايب. صافي، وانا ما عنديش دايره، ما عطاوهاش ليا معايا في الفران. صافي، غنبقى على هذه الطريقه هذه حتى نكمل صينيه الفرن ديالي كامله، ورجع معكم عاوتاني باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش ولات. ثم البنات كيفاش درت ليها، غنزيد واحد المطيشه هنا. صراحه ملي كتجي الصينيه دايره كتعطي واحد المنظر ولا اروع، ولكن هذه الصينيه ما دايراش، حتى الاكله ما دايراش. نحط واحد الدنجال هنا. صافي، دابا غادي نرش شويه المليحه من الفوق، غير شويه، وشويه البزار، شويه البزار هكا على حساب داك الدنجال وديك البصيله، وشويه الملحه هكا، شويه زويته بلديه من الفوق هكا، صراحه زيت البلديه كتعطي واحد البنه واعره، قد ما كانت بزاف قد ما كتكون زوينه هكا. ايوا مزيان مزيان، واه هي ولا كيدخل ويخرج، ما تخرجوا باش حرام. المهم البنات، بالنسبه للغدا هو شاط لي الدنجال من هذا، درت مع شويه زبيته بلديه. غادي نشعل عليه النار ونخليه يطيب على مهلو، عاد غادي نضيف عليه مطيشه. المهم انا نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير الدنجال، مخترعه انايا.
تخرج. والله الا غنختارها انا ونشوف كيفاش غتخرج. قلت لكم هاو الدنجال مع زبيته وغادي نسد عليه بالغلاقه ومن بعد نشعل. من دابا البنات ضفت عليه شويه من الماء ديال الطماطم. عندي هنا واحد ثلاثه الحبات ديال المطيشه، شوفوا كيفاش درت لهم بحال طحنتهم. نبقى شويه من داك لاصوص ديال المطيشه. هذه هي المطيشه اللي كان ناخذ. انا غادي نوري لكم كيفاش دايره. هي هذه البنات كنشريها بحال ما هكا صافي. وضفتها تما على الدنجال. غادي نحرك دابا غادي ندوز ندير التوابل عليهم. غادي ندوز ندير ابزار. نحط لكم شويه الكاميرا هكا. غادي ندير البزار وغادي ندير الملحه غادي ندير شويه الفلفل احمر الحلو يعني التحميره تفارات. والله الا عصبتني هادي. غادي ندير شويه ديال الكركم غير واحد شويه بحال ما هكا. غادي ندير شويه ثومه غبره سالات ليا. غنحرك هذا الشيء. غادي نجيب شويه قزبر ومعدنوس نجيب شويه القزبر ومعدنوس نضيفو. هانتوما رانا ضفتو. غادي نحرك المكونات وغادي نسد عليها على بوطه مهيله على العافيه مهيله حتى يطيب على خاطرو صافي. وهذه هي الاكله ديالي بلا بصله بلا والو. ما كاين ما بغيتش نضيف البصله. نتوما ضيفوها صافي. دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب على مهله تيطيب ورجع معاكم البنات. غادي ندوز نتغدى انا وبنتي بعدا. وصلتنا للحضانه. هذا دابا الدار الجو زوين واخا بارد زوين ما كاينش الريح هادي. ايوا دابا انا راه شعل الدار. البنات ها هي الوصفه اللي حضرت معاكم. درت تحت منها الفريت وحطيتها هي من الفوق يعني ما ناكلوش بالخبز. وشليضه درت فيها هذا الجبن ديال اليونانيين ودرت فيها بصله ومطيشه والخيار بصله حمراء صافي. وواحد جي دورونج وهنايا مايونيز وموستر. نور تاي حطيت لها الفريت راه هي غادي تاكل. نور كولي يلا كولي. نور راها مروحه. دابا غادي نغسل الماعن وغادي نجمع هنايا لتحت بزاف حيت رونات وليا بنتي رونات وليا تاع الصح. وغادي نطلع نجمع الفوق وندوز ستوف سيفر يعني ندوز اسبيراتور ونصور ندير واحد الماكينه الدور. ومدت ايدي وحد الهواء وحد الهواء الابعد
السماء ولا أرض. لا يوم النماء يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سماء دايس ظلام الليل. يبعدنا يوم النماء يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سماء دا حلمنا. شكون باقي عاقل على هذا؟ كنت في الكوليج كنت نديرو في ويلكمان، كان عندي ويلكمان كنديرو في ودني وكنبقى نغنى دا حلمنا طول عمرنا حضني ضمننا كلنا كلنا. نبيل شعيب حاجب ديال الخليج ياك صوته توهكا من بعد صباح اللي كل عليك حاول توصل. ديتو كلشي دابا نزلت باش غادي نصيب، غادي نزلت باش نصايب واحد العصير فيه البنان والفريز. اول حاجه غادي نقي هذا الفريز، نقطع في الفريز اللي غادي نطحن والفريز اللي غادي حتى درته هنايا. غنوريكم هذا كيفاش شندير به، غنديروه في السنيده وغادي نطحنهم. نجيب سنيده، دابا غادي نشد البنان وغنقطعو حتى هو هاكا مرصوعات هنايا وهنايا. ودابا نحن هذا ماسكار ونرجع لكم. المهم البنات هاهي التحليه اولا عصير، هذا غير عصير ودخلت فيه الطروفه ديال كيف شفتوا ديال الفريز وديال البنان. المهم نتمنى ان التحليه تنال الاعجاب ديالكم. صافي هادشي اللي كاين، دابا غادي ندوزو ناكلوها نوركلات سميتو. المهم البنات كنخليكم هنايا، كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، ديوها في ريوسكم، ديوها في وليداتكم. انا دابا جلست كناكل الديسير ديالي وهشام طلع نورة تنعس، يانا يلا هبط من لا ماشين. المهم تهلاو في ريوسكم، نتمنى من هاد الوجبة ديالي ما يكونوا نالوا اعجاب ديالكم وتكونوا دوزتم معايا وقيته زوينه. السلام عليكم، حتى فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.